مثلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه المره شي شويه غادي ندير واحد لا بارتي ديال لا فيزيك دن سويت ا اون دوموند ديال واحد ليتوديون اللي بغى يطلب مني هاد لا بارتي. الوغ سي اون اوكازيون باش نشوفوا هاد باش نشوفوا هاد لا بارتي هادي بالنسبه لي حتى انا نشوف انا نذكروا شي شويه هاد الامور هادي. اذا نهضروا على لو كومبورتمون جلوبال دان سيركوي الكتريك. Le comportement, il y a un état de circuit électrique. En gros, la distribution de l'énergie électrique au niveau d'un récepteur, après au niveau d'un générateur. Il y a la distribution de l'énergie électrique, il y a une tousie qui fait une tousie, il y a une tousie, il y a une au niveau d'un récepteur. عاد نشوفوا عاوتاني او نيفو دان جينيراتور. اذا عندنا جوج الاشياء اللي كنكونوا عارفين، كاين ريسبتور كاين جينيراتور. اذا شنو بعدا ريسبتور؟ اذا ان ريسبتور اذا نشوف شو السميه ديالو. لي كومبوزون الكتريك كاين فيهم لي ريسبتور كاين لي جينيراتور. اذا بالنسبه للريسبتور شوف لي السميه ديالو. ريسبتور يعني مستقبل. ما معنى مستقبل؟ يعني مستقبل كيستقبل واحد الطاقه كهربائيه، كيستقبل واحد لا بويسونس الكتريك ولا طاقه كهربائيه. اذا نشوفوا شنو معنى بويسونس الكتريك ولا انرجي الكتريك. اذا شنو ريسبتور بعدا؟ ريسبتور هو ان كومبوزون الكتريك سوليدي كي ريسبسيوني كيستقبل طاقه كهربائيه. يعني ملي كيستقبل هاد الطاقه الكهربائيه اش كيدير لها؟ هاد لو ريسبتور ملي كيستقبل هاد الطاقه الكهربائيه شنو كيدير بها؟ يعني ملي كيستقبلها عنده غرض من هاد الطاقه الكهربائيه. إذا شنو كيدير بها؟ يعني كيحولها هو نيتان لو ريسبتور، كيستقبل طاقة كهربائية وكيحولها لطاقة أخرى، نوع آخر من الطاقات، طاقة ميكانيكية، طاقة كيميائية، ولا طاقة الضوء، ولا طاقة دو غيونمون، لينيرجي دو غيونمون، يعني طاقة ديال الإشعاع. أوكي؟ إذا شنو هذا ريسبتور؟ ريسبتور إل ترانسفورم، شنو كيدير؟ إل ترانسفورم واحد لينيرجي إلكتريك غوسو en une autre forme ou une autre forme d'énergie, énergie mécanique ou l'énergie chimique ou la un jour ou d'autres énergie ou la taqa ديال الرويونمون بحال دابا نهضروا على هذا. ولكن ماشي نهضروا على بولا. من بعد بولا une lampe حتى هي un récepteur. Une lampe حتى هي récepteur. بولا حتى هي récepteur. كنعطيوها الطاقه الكهربائيه راه كتستقبل طاقه كهربائيه انرجي الكتريك. واش كدير بها؟ كتعطينا ضوء، كتعطينا اشعاع، كتعطينا واحد الغيونمون انرجي دو غيونمون. وعاد كاين واحد نوتر تيب دو دينيرجي حتى هو كيكون دائما اغلبيه كيكون مصاحب لهاد الانرجي اللي كتعطينا. اذا دابا شنو ريسبتور اش كيدير؟ كيستقبل واحد الانرجي الكتريك puisque smito récepteur c'est qu'il y a une smia مستقبل كيستقبل l'énergie électrique ou qui حولها un autre type de d'énergie soit énergie mécanique une autre forme d'énergie un récepteur, elle transforme une énergie électrique en une autre forme d'énergie. Rappelle-moi un exemple. Mais c'est ce qu'on a fait. Tout ce qui s'est fait de cette énergie électrique, tout ce qui s'est fait de ce récepteur, tout ce qui transforme l'énergie qui est l'énergie qui est utile. كتستعمل يعني بحال كتقول لي انت هذا لو ريسبتور استقبل الانرجي الكتريك كامله استقبل مثلا ما عرف استقبل واحد 5 جول ديال الطاقه الكهربائيه وحولها كلها 5 جول كلها تحولت لواحد واحد الطاقه اللي هي مفيده اللي هي مثلا اون اوتر فورم دينيرجي. مثلا ناخذ موتور هذا سي ريسبتور. La réception de quoi? L'énergie électrique ou l'énergie mécanique. Ou est-ce que c'est que l'énergie électrique? Quand on a dit que l'énergie mécanique, mais il y a quelque chose.
مال هذا الموتور هذا ما عندوش دي بيرت، ما كاينش عنده الضياع، كاين واحد شويه ديال الضياع. ديما الضياع كتكون سو فورم دينيرجي تيرميك، واحد الطاقه ضائعه بمفعول الجول، هي الطاقه ديال السخونيه. مثلا نعطيو موتور، ان موتور كنمدو ليه بحال هكا، هذا ستان، ستان ريسيبتور، كيستقبل شنو؟ كيستقبل واحد الانرجي الكتريك، وكيحولها لاش؟ انرجي ميكانيك، ميكانيك حيت حركة الموتور كتعطيه الضوء، كتدخل بريز في الضوء، كتعطيه واحد الطاقة كهربائية، اش كيبقى يدير؟ كيدور، روتاسيون، هذا سيت ان موفمون هذا، موفمون كي داير؟ موفمون ميكانيك، يعني هذيك الإنرجي إلكتريك تحولت لإنرجي ميكانيك، ولكن ماشي كلها، إنرجي ميكانيك زيد عليها واحد إنرجي واحدة أخرى، واحد إنرجي تيرميك. مفعول السخونية، حيت الموتور كيبقى يدور 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 واحد الساعة كتشوفو سخن، هاديك راه إنرجي، واحد الطاقة ضائعة، ضائعة بمفعول الجول، طاقة ضائعة بمفعول الجول، إنرجي ديسيبي أو نيفو دو موتور باغ إفي دو جول، أوكي؟ يعني ضائعة ديسيبي هي ضائعة، طاقة ضائعة بمفعول الجول. إذا شنو عندي؟ الطاقة المستقبلة من طرف الموتور، إنرجي إلكتريك اللي خدا الموتور، اش دار بها؟ حولها لجوج الأشياء، إنرجي ميكانيك زائد إنرجي تيرميك، طاقة سخونية، الطاقة هادي طاقة سخونية، أوكي؟ صافي؟ إذا دابا شنو ممكن تقول؟ لا ديستريبيسيون أو نيفو دو موتور، شنو دار؟ خدا واحد إنرجي وحولها لجوج ديال جوج الأشياء ديال الإنرجي، شنو هي الطاقة النافعة؟ الطاقة اللي منفعين منها؟ هي الانرجي ميكانيك، وشنو هي الطاقة الضائعة؟ هي الانرجي تيرميك. شنو هي الانرجي اوتيل؟ اوتيل هي اوتيل اللي استفدنا منها، الانرجي اوتيل هي الانرجي ميكانيك. شنو هي الانرجي دو بيرت؟ الانرجي باغ بيرت دو جول، افي دو جول اللي هي شكون؟ هي الانرجي تيرميك. شنو هي الطاقة المستقبلة؟ هي الانرجي الكتريك. شنو ممكن تقول؟ ان الانرجي الكتريك شنو كتساوي؟ كتساوي الانرجي ميكانيك زائد انرجي تيرميك. ممكن عاوتاني ناخذ بوله، هذا الرسم ديال البوله، هذا الرسم ديال الموتور، هذه البوله هذه سيت ان ريسيبتور، الوغ سيت ان ريسيبتور، شنو كدير؟ كلنا عندنا البولات في الدار، كاينه واحد الانرجي الكتريك كتعطيها الضوء، حيت هي ريسيبتور، ريسيبسيون، ما كتصنعش الانرجي الكتريك، كتستقبل الانرجي الكتريك، كتاخد الانرجي الكتريك، وكتعطيني واحد الانرجي، واحد نوتر، اون نوتر تيب دو دينيرجي اللي هو الانرجي دو رايومون، انرجي دو رايومون، عاد زيد عليها انرجي ديسيبي باغ افي دو جول، حتى البولا كتسخن. انرجي تيرميك ولا ديسيبي بار افي جول، بالعاني نستعمل جوج مصطلحات، يعني الطاقة الضائعة بمفعول الجول. إذا دابا البولة حتى هي كتاخد انرجي الكتريك وكتحول واحد الانرجي دو غيورمون، هادي اللي استفدنا منها هو الإنارة والضوء اللي عطاتنا الشعاع ديال الضوء غيورمون، زائد بولة تاهي كتسخن، زائد لينيرجي ديسيبي باغ إيفي جول. إذا هذا سيت أن ريسيبتور، تعطيه إنرجي كيحل، كيعطينا دو تيب، ديما كاين عندنا الضياع، الحاجة الوحيدة، الحاجة الوحيدة اللي ما كتعطيكش دو زينيرجي هي لا ريزيستونس، لا خدينا ريزيستونس، الرمز ديال لا ريزيستونس شنو هي؟ هادي هي ريزيستونس، هادي هي لا ريزيستونس، كتعطي واحد الإنرجي إلكتريك كيدوز فيها الضوء. كتعطي واحد الانرجي الكتريك، الكتريك شنو كتعطيني؟ كتعطيني ميشان، كتعطيني انرجي، حيت هي ريزيستونس الضوء ديالها السخونيه، ريزيستونس هذيك الريزيستونس اللي كنسخنوا بها الضوء. اذا الانرجي الكتريك كتعطينا كتحولها كلها، كتحولها لانرجي، انرجي
thermique. L'ardité énergie, بالنسبة la résistance, شنو كيكون عندي بالنسبة بعد الريسبتور ديما لو كورون لي دايز فيه معاكس مع لا طونسيون ديما معاكسين مثلا لا ريزيستونس خديتي مثلا هادي ا هادي بي لو كورون دايز بحال هكا ها هو لو كورون هذا هو لو كورون غادي من ا نحو بي من ا الى بي دو ا فير بي لا طونسيون غادي تكون دايره بحال هكا كي دايرين لي فليش ديال لو كورون وديال لاتونسيون ديما معاكسين ديما معاكسين صافي متفقين ديما ريسبتور هادي باغ كونفونسيون لو كورون و لاتونسيون ديما معاكسين الا كانت عندي اي دايزه من ا نحو بي اذا هادي لاتونسيون بوزيتيف اللي غادي تكون او نيفو ديال لا ريزيستونس ولا او بورن اونتر لي بورن دو لا ريزيستونس ديال الريسبتور اللي هو لا ريزيستونس هنا اذا شنو هاد لو كورون نقدر نسميه لا كورون يو ا B. Ma smesh U B A. Quand le parle U la tension, les radis de B n'ahwa A. Quand bdeu le point li menhe. U les radis de B n'ahwa A. B n'ahwa A. B n'ahwa A. Dima quand parle la tension, inahaf. Un chiffre d'électricité. U A B. Yani la flèche va se trouver radis de min. B n'ahwa A. Quand bdeu le haf, haf li menhe. Ça fait. بالنسبة للrécepteur. ديما لو كورون لا فليش ديال لو كورون مع لا فليش ديال لا طونسيون او نيفو دو ريسبتور ديما معاكسين هادي بار كونفونسيون دونك متفق دابا بالنسبه ليا هنا قلنا لا ريزيستونس شي حاجه كتعطيني الحراره ريزيستونس 3 اوم ولا 5 اوم ولا 10 اوم كما كانت لا ريزيستونس عندها قيمه كبيره كتباع عند البياع عند الدروري كتقول له عطيني واحد ريزيستونس ديال 20 اوم عطيني واحد ريزيستونس ديال 30 اوم اوكي عندها واحد المقدار كما كانت لا ريزيستونس كبيره كما كانت هذيك الانرجي الكتريك اللي تحولت تعطيني انرجي ثيرميك تعطيني سخونيه كثيره السخونيه غادي تكون كثيره وما كاينش ان اوتر تيب ما كاينش ان اوتر تيب دو هذا ديال الانرجي الانرجي الكتريك كلها كتحول انرجي ثيرميك هنا عندي الانرجي الكتريك ريسو بار لو ريسبتور ايغال الانرجي ثيرميك ديسيبي بار اف جي C'est une énergie thermique, sronia. Thermique, il y a sronia, dissipée par effet de Joule. Là, je suis la loi de Ohm, la tension, je suis la loi au niveau de la résistance. Il y a une U, A, V. C'est quoi? La résistance. On doit voir le courant, l'idée, la résistance. C'est la loi, je suis la loi. Loi d'Ohm. Loi d'Ohm au niveau de la résistance. Au niveau de la résistance. Ok. Et avec le courant. Le courant UAB, c'est le courant entre les bornes de la résistance. Voilà la loi d'Ohm. Je vois la loi d'Ohm, c'est fait un mot. Voix U, bidalalat I. U, bidalalat I. U تكتبها لا طونسيون تكتبها بدلالات اي هنا اي الا كانت كتساوي 0 شوف اي الا عطيتي اي كتساوي 0 ما معنى اي كتساوي 0 هذا لو كورون عطيتي كيساوي 0 يعني لو كورون قطعتي الضوء لو كورون ما بقاش تقطع الضوء اي الا كانت كتساوي 0 لا طونسيون شحال تكون كتساوي او بورن دو لا ريزيستونس هي اي عطاها 0 0 دو لا ريزيستونس هي 0 اذا لا طونسيون شحال كتساوي 0 شوف هنا لا طونسيون او بورن دو لا ريزيستونس كتساوي 0 في حالة لما كانش لو كورون دايز اوكي يعني الا قطعتي الضوء على لا ريزيستونس الا قطعتي الضوء على لا ريزيستونس يعني اي عطيتيها كتساوي 0 واخا تحطي يديك على لا ريزيستونس عند السلوكه ديال لا ريزيستونس هاد لي بورن الا قطعتي الضوء صافي اي ما بقاتش واش لا طونسيون غادي تبقى الا كانت اي كتساوي 0 إذا كانت إي كتساوي 0 راه U A B لا طونسيون تاعي غادي تكون كتساوي 0 إذا هاد لا ريزيستونس كنسميو بأنه أن ريسبتور نون أكتيف ما معنى نون أكتيف زعما إذا كانت إي كتساوي 0 إذا ساوات إي 0 صافي لا طونسيون تا هو ما كيبقاش فيه لا طونسيون ما كتبقاش الضوء ما كيبقاش لا طونسيون ما كيبقاش فولتاج ما كيبقاش أون نيفو دي بورن ديال لا ريزيستونس
يعني صافي دكتور اي ما كايناش غير حط يدك عليه غير حط يدك عليه ماشي مشكل ما يضربكش الضوء حيت صافي لا طونسيون في لو بون ديال لا ريزيستانس كتساوي حتى هي زيرو حيت لو كورون حتى هو كيساوي زيرو الا كان لو كورون كيساوي زيرو الوغ يو ا بي حتى هو كيساوي زيرو وبالتالي هنا لا ريزيستانس سي ان ريسبتور نون اكتيف حيت كاين ان ريسبتور اللي واخا تعطيه اي كتساوي زيرو واخا تعطيه لو كورون كيساوي زيرو كتبقى واحد الفولت فيه كيبقى واحد لا طونسيون فيه هو اللي غادي نشوفو من بعد اوكي واخا لو كورون كيساوي زيرو كيبقى واحد طونسيون في اوبورن ديال لو ريسبتور اوكي كيبقى واحد الجهد واحد فرق الجهد ما بين في لي بورن ديال لو ريسبتور هذا كيتسمى ريسبتور اكتيف صافي ريسبتور اكتيف المستقبل نشيط ما معنى نشيط يعني واخا لو كورون كيساوي زيرو راه كاين واحد طونسيون فيه كاين واحد فرق الجهد فيه غادي نشوفوا لو دوم ديال لو ريسبتور اكتيف وغادي تشوف علاش كيبقى هاد لا طونسيون اوكي اذا بالنسبه لا ريزيستانس عندي لا طونسيون هي دي يو ا بي الا بغينا نعرفوا لا بويسونس لا بويسونس بصفه عامه في الالكتريسيتي بصفه عامه شنو هي لا بويسونس كنوزو لا بي لا بويسونس نسميوها بويسك تيرميك بويسك هو عنده بويسونس الكتريك ريسو هي كتساوي بويسونس تيرميك بيردو بويسونس تيرميك اللي خرجات ما سميوهاش هي بيردو حيت هاد التيرميك باين غادي نستعملوها لا ريزيستانس كناخذوها الا بغينا نستعملوا هذيك الانرجي اللي خرجات بحال دابا هذا الموتور هذا موتور كنعطي انرجي الكتريك شنو هو اللي عندي به الغرض هو الانرجي ميكانيك هو اللي عندنا به الغرض اما الانرجي تيرميك اللي مشات مع السخونيه واش استنفعت منها ما استنفعتش منها شكون هو اللي عندي به الغرض هو الانرجي ميكانيك انا ما كرهتش الموتور ديالي ما يعطينيش هاد الانرجي تيرميك ديسيبي بار افي جول اللي ضاعت بار افي جول انا ما كرهتش الانرجي الكتريك كلها تحول لي الانرجي ميكانيك غادي يكون ان موتور بارفي ما كيعطيش السخونيه مخيره لي ما غاديش يكون عندي ضياع في الانرجي اذا واش هاد الانرجي التيرميك هنا استغليتها ما استغليتهاش غير ضاعت ياك بالنسبه للانرجي التيرميك هنا هاد الانرجي التيرميك اللي تعطات هنا ما نسميوهاش ضياع بالعكس راه حنا كنستعملوا لا ريزيستانس الا لا بغينا نخرجوا واحد لا شالور واحد الحراره واحد الانرجي تيرميك بغينا نستغلوها اذا شنو الانرجي تيرميك هنا ولا نهضروا على لا بويسونس بعدا اذا لا بويسونس هي شنو كناخذوا U وكنضربوها يعني U A B صافي باش ها هي U A B كناخذوا لا بور لا طونسيون كنضربوا لا طونسيون في لو كورون هذه الصيغه ديال لا بويسونس اذا نمشيو نعوضوا إذا U A B نعوضوها هي R I U A B هي R I وعاد عندي مضروبة في كاينة إي واحدة أخرى هنا إذا شنو كتساوي فينالمون R I في إي هي R I أوسي بنات هادي هي الصيغة العامة ديال لا بويسونس ديسيبي باغ إيفي جول ولا ضائعة باغ إيفي جول ولا بويسونس تيرميك بويسونس الحرارية R لا ريزيستونس في لو كورون A لا بويسونس 2 شنو هي الانرجي كنرمزو لها بدولفي الانرجي تيرميك ديسيبي باغ افي جول ولا هي الانرجي تيرميك شنو هي الانرجي تيرميك كنضرب لا بويسونس فواحد لو طون كنضربو لا بويسونس فواحد لو طون شنو هي لا بويسونس هي اف اي توسي اثنان ديتا اذا هادي الانرجي حتى نشوفو الصيغ ديال الانرجي قلنا لا بويسونس ديما كنضرب لو كورون فوا لا طونسيون Le courant fois la tension, oui, la tension fois le courant, la tension fois le courant. Ou bien l'énergie, alors la tension fois le courant, la tension fois le courant, c'est la puissance, on doit pas détater, on doit faire des zemen. Et les paroles de la puissance, on doit faire des zemen détater. Ok, des zemen, on doit faire des détater. Puissance, quand on doit faire des watts. الانرجي كتكون الوحده ديالها جول ولا الوات اور بويسك بويسونس كتكون بالوات والزمن كيكون بالاور اذا وات اور او وات كنديرو لك بحال او وات اور صافي متفقين اذا حنا تعرفنا على لي ريسبتور صافي لي ريسبتور بصفه عامه اوكي عرفتكم شي شويه على الريسبتور عاد نهضر على الانرجي لي زينيرجي
اوكي نتمنى تكون مفهوم شي شويه هنا لو ريسبتور اهم شيء هو تفهم لو ريسبتور شنو كيدير اذا تفهم لو ريسبتور اش كيدير ريسبتور il réceptionne واحد l'énergie électrique ou la transforme واش واحد نوتر واحد une autre forme d'énergie qui est l'énergie électrique ou يحولها l'énergie mécanique ou l'énergie chimique ou l'énergie مثلا de rayonnement اذا une autre forme de d'énergie ou ديما l'énergie دائما كتكون مصاحبه لاش لواحد السخونيه مصاحبه لواحد l'énergie thermique هذه كتكون ديسيبي بار افي جو ضائعه بمفعول الجو صافي اذا متفقين اذا نتمنى يكون هذا الامر مفهوم اذا بصح شي شويه هنا الصبوره باش نكمل واحد لو ديرني بوين قبل من نسالي اذا خذوا دي نوت اشاك فوا ناخذوا دي نوت اذا دابا هنا لينيرجي ولا لو ريسبتور اذا لو ريسبتور غادي ندير لك بحال هكا الرمز ديالو الرمز ديال لو ريسبتور ندير ليه مثلا لو ريسبتور ندير ليه بحال هكا هذا ان ريسبتور ا اي بي لي بون اذا هذا هو لو كورون قلنا لا طونسيون خاصها تكون عكسه يو ا بي هذا ان ريسبتور كيل طونك ماشي لا ريزيستونس ريسبتور هذا ريسبتور ريسبتور كيل طونك A, B, les bornes d'yalo, I, D, Z, A, comme A, N, H, B, le courant va dire qu'on a accès à ce qu'on a fait le récepteur. Je suis le par. Je suis le loi d'homme, loi d'homme d'un récepteur, c'est pas un mot. On a la résistance, quand on a un récepteur quelconque. Le récepteur, quand on a une courroie, quand on a une résistance, le récepteur, كتكون عنده واحد لا فورس كونتر الكترومتر موتريس القوه الكهرو المحركه المضاده كتكون عنده واحد القوه خاصه به كنعطيوها او بريم كتكون اون فولت اذا او بريم سميو انا او بريم سي كوا او بريم سي لا فورس الكترو موتريس une force contre électromotrice contre al quwa al kahra mudadda al kahra muharrika mudadda force contre électromotrice de du récepteur بالنسبه لR prime R prime il y a la résistance interne ديال le récepteur le récepteur a une résistance عنده واحد la résistance ديالو خاصة به في لو كومبوزون ديالو عنده واحد عنده واحد لا ريزيستونس هذيك لا ريزيستونس هي اللي غادي تسبب في ظهور لينيرجي تيرميك هي اللي غادي تعطيني لينيرجي تيرميك هذيك السخونية إذا ار بريم هي لينيرجي هي لا ريزيستونس انترن دو ريسبتور alors d'abord دابا شنو لا دوم دابا حنا عرفنا شاك ريسبتور عنده واحد لا فورس كونتر الكتروموتريس ديالو وعنده واحد لا ريزيستونس انترن ديالو كل ريسبتور هذه قاعده اوكي طيب بالنسبه لا ريزيستونس راه لا ريزيستونس مازال مكتوبه تما ما عندهاش عندها غير ريزيستونس عندها واحد لا ريزيستونس حيت هي سميتها ريزيستونس عندها غير ريزيستونس ديالها هي لا ريزيستونس ار ولكن واش عندها لا فورس الكتروموتريس كونتر الكتروموتريس لا ما عندهاش لا فورس كونتر الكتروموتريس ما عندهاش سي ويزار ما عندهاش لا فورس ما عندهاش اون فورس كونتر الكتروموتريس لا ريزيستونس بالسميه ديالها لا ريزيستونس هذيك بيغمون ريزيستونس عندها واحد لا ريزيستونس خاصه بها بالنسبه لهنا يو ا بي لوا دوم شحال كتساوي يو ا بي كتساوي او بريم لا فورس الكتروموتريس بلس ار بريم مضروبه في هذا لوا دوم بصفه عامه لوا دوم ديال يو اون فونكسيون دو يو U, la tension aux bornes du récepteur en fonction de U. Alors, je n'ai pas U en fonction de I. Traïda, E' Zi, R' I. Voilà, le même. E', la force contre électromotrice, Zi, la résistance interne du récepteur, on doit le courant, l'idée est le récepteur. Je vais vous dire, il y a un I qui est 0. Il y a un I qui est 0.
اي 0 نضرب في ار بريم شات شنو بقات اي ا بي واش بلات كتساوي 0 لا اي ا بي كتساوي ار بريم واخا اي كتساوي 0 اي ا بي عندها قيمه اللي هي شحال ا بريم واخا تقطع الضو عندك يسحق لا طونسيون او بورن دو ريسيبتور ما بقاتش كاينه لا طونسيون شحال كتساوي كتساوي ا بريم ا بريم راه قلنا بالفولت سي اون فورس الكتروموتريس بالفولت القياس ديالها كيكون بالفولت ا بريم راه باينه القياس ديالها كتكون بالاوم و اي كيكون القياس ديالو بالامبير اوكي و يو ا بي تي كتكون باش بالفولت صافي متفقين اذا هذا سي ان ريسيبتور كي داير هذا الريسيبتور هذا اللي عنده فورس كونتر الكتروموتريس هذا سي ان ريسيبتور اكتيف واخا اي كتساوي 0 لا طونسيون واخا اي كتساوي 0 لا طونسيون كتساوي ا بريم صافي متفقين اذا فوالا اذا هنا شنو نقدروا نديروا اش كتلاحظوا هنا باش نديروا باش نجاوبوا على لا ديستريبيسيون دو لينيرجي الكتريك حنا دابا عارفين شنو الانرجي الكتريك ريسيبتور بار ديفينيسيون ريسيبتور اش كيدير كياخذ واحد الانرجي الكتريك كيحولها لاش كيحولها لانرجي اوتيل انرجي اوتيل واحد الانرجي نافعه زائد انرجي ديسيبي بار افي جو هنا هاد يو ا بي حنا عارفين لا بويسونس شنو هي لا بويسونس بار ديفينيسيون لا بويسونس ديال لو كورون فوا لا طونسيون La tension fois le courant. Vous savez, il est marqué de la loi d'homme, il suffit de multiplier par I. On a I là. Mais je vous l'ai dit. UAB, on a I. On a le I. C'est-à-dire que l'on a I. Qu'on a I. Mon درت هنا في اي ونضرب بحال المعادلات درت المعادلات في الرياضيات نضرب هذا في اي انا ضربته في اي درت درت هاد لو كوتي حتى عندي ليغاليتي درت هاد لو كوتي درتها في اي وتا هاد لو كوتي نضربو في اي اذا شنو تبقى عندي تما او بريم في اي زائد ال بريم في اي في اي حيت ضربت في اي هنا وضربت في اي هنا كلشي نضرب فيه كلشي نضرب فيه اذا تولي عندي زائد ال بريم نضربها في اي في اي اللي هي اي اوسي 2 كاينه ال بريم اي وضربتها في اي هي ال بريم اي اوسي 2 شنو حصلت حصلت على واحد الحاجه كتساوي واحد الحاجه زائد واحد الحاجه شنو هي هادي شنو هي باش تكون عندي ليغاليتي بحال اللي كنت كنقول لكم لين لا بويسونس ممكن نهضروا على بويسونس الكتريك غوسو ولا نهضروا على انرجي الكتريك غوسو شي ناس تضربت هنا بحال شنو هي الانرجي الكتريك هي نضرب في التي نضرب في الزمن غنحصل على الانرجي هي نضرب لا بويسونس نضربها في الزمن انا حصلت على الانرجي دابا هنا شنو حصلت اي في اي هادي بويسونس هذه بويسونس دابا بويسونس تساوي بويسونس زائد بويسونس مزيانه هي مقاده انت كتبتي الوادون وضربت في اي حصلت على بويسونس تساوي بويسونس زائد بويسونس شنو هي لا بويسونس هي لا بويسونس رسو بويسونس رسو لا بويسونس الكتريك رسو اللي استقبلها المستقبل اللي استقبلها الريسبتور شنو كتساوي لا بويسونس النافعه زائد لا بويسونس الضائعه بار افي جول واضح كاينش نوضح لك اكثر من هذا عندي شي حاجه تساوي شي حاجه زائد شي حاجه حنا من قبل وانا كنقول لكم لو ريسيبتور كيستقبل واحد واحد البويسونس ولا كيستقبل واحد الانرجي سميها بويسونس ولا انرجي الرابط ما بيناتهم هو داك الزمن كضرب في الزمن لا بويسونس ولا ضربتها في الزمن تعطيك الانرجي ريسيبتور كيستقبل واحد البويسونس هذيك البويسونس كتحول دو 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 انرجي طاقه نافعه طاقه ضائعه بفعل الجو شنو عندي الطاقه المستقبله تساوي الطاقة النافعة زائد الطاقة الضائعة الطاقة المستقبلة تساوي الطاقة النافعة زائد الطاقة الضائعة إذا نكتبوا هذا الأمر هذا شنو هي UAB فوا إي هي شنو بويسونس إلكتريك رسو أون نيفو رسو أون نيفو ولا رسو بار le récepteur. Après, E prime I. Je dis E prime I, il y a la puissance la puissance utile. Enfin, si c'est mal écrit, la puissance utile. Taqa nafi'a, taqa li tnfa'na minna. Je dis R prime I au carré. هي لا بويسونس هادي ضائعة لا بويسونس ديسيبي بار افي
par effet joule fin au niveau d'af niveau du récepteur au niveau des récepteurs. Puissance dima katikta la résistance fois i au carré. Je fais la puissance de là le récepteur de la résistance r la résistance i au carré. Elle dit c'est ram de la puissance dissipée par effet joule. C'est ram la qadaja. Et là il y a عندي فين عندي la conservation d'énergie. عندي la conservation d'énergie. La hifad al l'énergie. Quand tu voulais l'énergie ديالك au niveau du récepteur, عرفتيها شنو هي. Li dkhlat تفرقات الجوج تفرقات النافع وضائع النافع لازلت عليه الضائع راه غادي يعطيك هذاك الشيء اللي دخل دخل 100 مشات 70 في النافع 30 غادي تمشي في الضائع 70 زائد 30 راه هي 100 ها لو ريسو فوالا كيساوي النافع زائد الضائع ما كاينش ما سناك اذا نضربوا هنا نضربوا نمسح شي شويه غير إذن أشاك فوان ديرو بوز ناخدو دي نوت هذا بقى تصبروا لي كامسح فيها خاصك تكون كتبتيها كتبوا باش ناخدو دي نوت دابا ممكن هادي نيت اللي درت حدا سون نزيد نضربها في دير طاطي واخا هضره كتبقى هي هضره زائده وصافي نزيد نضرب هادي في دير طاطي باش نحصل على ها فين عندي لا كونسيرفاسيون ديال اش لا كونسيرفاسيون دي بويسونس يعني المعادله اللي كتعطيني لي بويسونس بويسونس reçu égale puissance utile zaid puissance perdue ou la puissance tu as perdu ça puissance dissipée par effet joule au niveau du récepteur et il a dit عندي puissance ou عندي puissance il a dans le delta t dans le delta t dans le delta t j'en ai ça يعني u a b fois i fois sin delta t je peux dire e prime fois i fois delta t zaid r prime fois i au carré fois delta t. L'énergie, d'abord on va parler de l'énergie, la déconservation de l'énergie. L'énergie reçue égale l'énergie utile, zaid l'énergie dissipée par effet joule au niveau du récepteur. Un qui va obtenir cette formule là. Il donne UAB, je n'ai pas le cours d'hier là. UAB fois I fois delta t, c'est l'énergie reçue par le récepteur. E' I delta T, c'est quoi? C'est l'énergie utile. R' fois I au carré fois delta T, c'est l'énergie par effet joule. Par effet joule, fin, par effet joule au niveau du récepteur. Voilà, on a dit le modèle de la conservation d'énergie. On dit le modèle de la conservation de la puissance. Et là, on a fait un tel comportement du récepteur. On a dit un petit schéma. On a un récepteur. OK, عنده واحد E prime, عنده واحد la force électromotrice, عنده واحد R prime, عنده واحد l'énergie. عنده واحد la résistance interne. كتجي واحد la puissance, كتجي واحد l'énergie, نهضروا حنا بالénergie, صافي نهضروا بالénergie. L'énergie perdue, l'énergie reçue, كتساوي l'énergie perdue, l'énergie reçue, كتساوي l'énergie utile زائد l'énergie perdue. شنو l'énergie reçu, l'énergie reçue, il y a UAB, IF, delta T. Le HITS, delta T, HITS, delta T, delta T, on prend la puissance. Puissance reçue égale puissance utile, c'est une puissance thermique, dissipée par effet joule. Okay. Et dans l'énergie reçue, quand c'est l'énergie utile, il y a E prime, droite I, droite delta T, l'énergie perdue par effet joule. Il y a R' I au carré
même pas peut-être. Là, peut-être, on va parler du rendement. Le rendement via l'aide du récepteur. Le rendement. Je n'ai le rendement. Il y a quelque chose. Malgré le physique. شنو هي الحاجه اللي تنفعت منها هي الانرجي النافعه اللي هي او بريم اي دلتا تي مقسومه على الحاجه اللي كانت بيديا الحاجه اللي استقبلت في الاول شنو هي الحاجه اللي استقبلت هي او بي اي دلتا تي فهمت شنو عند لو روندمون هو ملي خاص تفهم لا لوجيك ديالو مثلا كتقول عندك كانت عندك في الاول 50 درهم في جيبك كانت عندك 50 درهم في جيبك هي اللي شديتي من واحد البلاصه 50 درهم مشيتي 30 درهم خسرتيها في اللعاب لعبتي فيها شي حاجه و 20 درهم هي اللي شريتي بها واحد الشكاره اذا 50 درهم هي اللي استقبلتي 30 درهم ضاعت و 20 درهم هي اللي بقات شريتي بها الشكاره اذا شنو هو النافع هو 20 درهم شنو هو اللي كان عندك في الاول 50 درهم لا بغيتي تعرف لو روندمون ديال التصرف ديالك المردوديه ديال التصرف ديالك شنو هي هو النافع هو 20 درهم اللي خسرتيها في الشكاره وقسمتيها على هذاك الشيء اللي كان عندك اللي كان عندك في الاول في الدفع اللي هو 50 درهم اللي استقبلتي في الاول لو روندمون بالنسبه للريسيبتور هو الطاقه النافعه مقسوم على الطاقه المستقبله من طرف لو ريسيبتور مختصر اي ممكن ندير الطاقه على الطاقه ولا ندير بويسونس على بويسونس حيت الحين تي دير طاطي وحين تي دير طاطي هاي ولات بويسونس على بويسونس دونك حيت الطاقه ولا بويسونس مرتبطين هي بدير طاطي مرتبطين هي بالزمن اذا مختصر هنا اي اي دير طاطي دير طاطي تبقى لي او بري مقسوم على او ا بي تساوي شحال هي او بري هي او بري شحال هي او ا بي او ا بي هي او بري زائد R' في I إذا هذه الصيغة العامة ديال لو روندمون صافي متفقين إذا فوالا إذا هكا درتلكم واحد النبدة على لو ريسيبتور وكيفاش كتصرف كيفاش كيتصرف أو نيفو دان سيركوي أو بروبو دي زينيرجي لينيرجي روسو دون أون إنيرجي إتول بلوس أون إنيرجي ديسيبي باغ إفي جول إذن هكا كانت واحد النبذة خاصة بلو ريسيبتور ان ريسيبتور بروشان فيديو غادي نهضر لكم على جينيراتور مولد جينيراتور إذن بروشان فيديو ان شاء الله إذن خذوا دي نوت باش نستافدوا اكثر